النقابات الارهابية لم يجدها على إطار التهديد الذي تعرض له الزميلين بن يوسفاعي مدير النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالجهة الشرقية فعوجدة، والسيد عبد الرحيم بايش مواطن جريدة البيان اليوم من دار صاحب مقهى البطاء المدعو حسن، حيث أمطرهما بواد من السب القذف والشد والتهديد بالضرب والجرح بسبب ما نشرته الصحف الوطنية والجهوية من احتلال صاحب المقهى المدفوعة للملك العام ومحاصرة مقهى فرع الجهة الشرقية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالكراسي والطاولات. وعليه فإننا نحن الموقعين أسفل إذ نستنكر هذا الاعتداء الشنيع على الزميلين، نؤكد تضامننا المطلق معهما ونلتمس من العدالة عن الشكاية المرفوعة إليها من طرف الزميلين بتاريخ الأربعاء 26 غشت 2008. هذا عار، هذا عار.